تلعب مقوصة في اتجاه من في اتجاه مساحة عمليات العرضية ربعة الرأسية. نتابعوا هنا فرصة لفريق قناة تبركان، تدخل الحارس إبعاد في وقت مناسب. هنا كانت فرصة ديال التسديد مباشر لكن كان ضيع فرصة. بعد ما تحتكم كنظن فرصة سابقة من خلال رأسية، الآن كيستغل الفرصة ويسجل هدف الثاني. بالفعل إذن أيوب الشرطي اللي دخل في الجولة الثانية كيتمكن من استغلال الفرصة. قبل ذلك كان صاحب الرأسية اللي تم استغلالها هنا أيوب الشرطي، والتمريرة